كي تظهر المركوز؟ نعرف كثرة عليك الخدمة والمسؤوليات وماذا بيك ترتاح شوية ما لفاش تستنى خذ كونجي وخرج مع العائلة والحبيب النطاح رد بالك من الحاجة اللي تجيك بالزربة ما خيرش من اللي تاخذ فيها وقتك مليح زينة وعزيزة نعرفك دي جوردي ووليدها ملا يعدك بس لروحك وما تحشمنيش والفرصة اللي تجيك ما ترتيهش يلقى بروس ما فما شيء يجيك بالسهل لازمك تتعب باش تلقى واللي ما يتعب وما يشقى عمره ما يلقى الصيد ما تخليش خدمة اليوم الغدوة اعملها وارتاح عليها باش يقعد بالك ديما مرتاح الصبية احسن حاجة في الدنيا كي تعطيك انسان يحبك ويخاف عليك ملا رد بالك تسلم فيه البسكولة الحمد لله كي شفناك تضحك وزاهي ان شاء الله ديما هكا يا خيي العقربان محليك كي تبدا بعث المشاكل كل وراك وتضحك وعامل جو صحيت نحبك ديما هكا التريبولات عمرك ما تقول ما نجمش اتعلم كي الحاجه تحطها في قلبك باش توصل لها توصل لها الا عتروس في وقتنا متاع توا لازمك ديما تكون فايق وما تخلي حد يعدي عليك السو الناس بكري قالوا اذا نصحك التاجر راهو اشترى نصيحه لي مالا مش كل نصيحه تنفعك ورد بالك ولد البحر يا خيي قبل ما تغيس قيس وخلي عقلك ديما فوق منك فهمتني يا هدف النهار مع انهار وان شاء الله صبحكم كنوز كي تزهر